هي مالها مزرجنة ليه كده؟ عارف يا اخي ده انت انا شايف بعين الدولارات وهي في الشنطة راحت فين؟ اضحك عليك يا تغف ده انا شايف الدولارات يا حبيبي ما كان شاكك فيك يا حمار ولا الدولارات فين ولا انت قاعد وارحم نفسك وديت الدولارات فين دول مليون دولار يالا تكونوش فاكرين ان كنتوا جايين تنصبوا عليا زي ما كنت هنصب عليكوا هي دول اللي جرى فين يا اخوانا انت 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 نجوم السما اقرب لك من مليون منهم ولو انكتب لي عمر جديد هدفعك الثمن غالي يا عره الرجاله كده طب هات له عينه من اخرته قبل ما اخلص عليك وديت الفلوس فين المره الجايه هدفنها في عينك صلاح معسولة من كلب ازاي كتفك دلوقتي يا سعيد؟ سيبك من كتفي دلوقتي. احنا ايه اللي بنهببه ده؟ السكة اللي احنا ماشيين فيها دي سكة سوا يا صلاح. احنا ايه اللي يخصبنا؟ خايف يا سعيد؟ ابقى كذاب لو قلت لك لا. بينا نهرب يا صلاح قبل فوات الاوان. احنا معانا 2 مليون مصري واكتر، عايزين ايه اكتر من كده؟ هيجيبونا من تحت الارض. مين عارف الفلوس دي بتاعت مين؟ اكيد وراها ناس كبار ايديهم طايله. ما نعرفش هم مين ولا عددهم قد ايه. تاخد شط ميه بينا نركب افهم من كده ان المبلغ طار وبالسهوله دي وانا بايدي ايه يا سعاده البيت الدنيا ما عادش فيها امان والخال كمان اتملى عيال صيع ولاد حرام ما لهمش في الاصول انا حجاج
بعت وراهم هو كمان فص ملح وداب. طب اهدى يا راجل اهدى امال. اهدى ازاي يا سعاده البيه؟ يمين بالله العظيم اللي انا قلب عليهم الدنيا هو مبلغ شويه. فداك يا رجب. نعم بقول لك فداك يا رجب. ما تشيلش هم العيلين دول، هجيبهم لك ومعاهم الفلوس كمان. مانو. نعم. المطلوب بسرعه. مساء الخير يا معلم رجب. دولاراتك يا زهدي بيه. وايه اللي بيحصل ده؟ يمين الله ده ملعوب من ولاد الابارسه دول عشان يوقعوا بيني وبينك. ما صدقهمش يا سعاده البيه. ده انا طول عمري حاطط رقبتي على كف عفريت عشان ارضيك. يجي عيلين زي دول على اخر الزمن يوقعوا بيني وبينك. دول كدابين يا بيه. دول كدابين كدابين. ودول كمان كدابين يا معلم رجب. ابوس رجلك يا سعاده البيه. غلطت يا سعاده البيه ارحمنا يا بين ايديكم. مد ايديكم واغرفوا منها. تحط يدكم في ايدي اعدي بيكم كل خطوط الفقر. تشتغلوا معايا؟ انا بره اللعبة يا صلاح. الله الغني عم. دخول الحمام ازاي خروجه؟ انت دلوقتي جوه الحمام وبتتليف كمان. مش سكتنا صلاح. يا ريت كان بايدينا كنا عايشنا في امانه الله. ده مقدر ومكتوبه سعيد. اه قلت ايه يا صلاح؟ من تعبي من الدنيا حاطط عمري على كفي ببيعه للي يقول انا شاري. وانا شاري يا صلاح. انت صنف بدور عليه من زمان. ابره واستقش. تشكر. وانت سعيد هيسخطوك يا قرد هيعملوك ايه؟ بس انا جعان قوي. هعشيك واسهركوا في احلى مكان. بس الاول تنزلوا كده كل واحد يشتري كام بدله اخر عيافه، لانكم النهارده محسوبين عليا من رجالتي. معقوله يا صلاح هلبس بدله على اخر الزمن؟ اللي مش معقوله يا سعيد انك هتاكل 3 طقات في اليوم وجيبك هيتملي فلوس وهتنام على سرير في اوضه لوحدك. سلامتك لولا. واقفين كده ليه؟ بسرعه يلا اشتروا البدله اللي قلت لكم عليها. السهره اللي لازم الصبح.
مساء الخير يا أم. يا أمل، معقولة؟ معقول أنت صلاح أخويا؟ أنا مش مصدقة عينيا. إيه، مش باين عليها العز والنعمة ولا إيه؟ بقى معقول أنا ليا أخ بالوجاهة والسياكة دي كلها وأنا مش دريانة؟ هي الدنيا جرى فيها إيه؟ ولا حاجة، اتصالحت معاها. تعالي يا أم، تعالي، أنا جايب لكم كل اللي نفسكوا فيه. فاكهة من الحلوة مش بتاعت التسعيرة، ولحمة، لحمة بحق وحقيقي أهي. الكيلو ب18 جنيه والله غير البقشيش. ودي جبنة ولانشون وبلوبيه وجبنة تاني ومكرونة، كله مستورد. حتى العيش الأبيض جبته لكم بدل العيش الأسود أبو مسامير. أمل، أنا أول ما أفضى هاجي أخدك وأنسى أشتري لك كل اللي نفسك فيه. وأنت يا حاجة، أني الأوان بقى تقلع الجلابية السودة اللي طول عمري بوه عليك لابساها. من هنا ورايح ما تشيلوش هم الفلوس، العانوا الفقر بعلو صوتكم. اه، خد يا حاجة. جبت الفلوس دي منين يا صلاح؟ دي فلوس يا أما، أنا اشتغلت وبقيت راجل أعمال كبير ولسه هكبر وأكبر. حيلك حيلك يا ضنايا، ده أمك خبزاك وعجناك، تكونش يا واد صدقت نفسك وعايزنا نصدقك؟ شوف اللي في وشك ده، سرقت ولا قتلت؟ جبت الفلوس دي منين؟ هي اللومه في ايد اليتيم حاجه بقى؟ انا لا قتلت ولا سرقت، ما البلد مليانه فلوس، لما الفلوس تجي لي انا يبقى حرام. انت ليه مش عايزه تصدقني بقيت راجل اعمال؟ ازاي؟ ده انت حتى ما بتعرفش تقرا اسمك. انا شقيت وتعبت عليك وانت واختك بعد ابوك ما طلقني وسابنا، كنت انت لسه بتزحف واختك كانت في اللفه، وقفت قدام الدنيا كلها عشان اربيكوا احسن تربيه، اخرتها تدخل عليا بفلوس حرام. يا اما حرام اللي بتعمليه ده، حرام. ما تكلميها يا امل. هتكلمني تقول لي ايه؟ ابنك راجع لك ببدله بيضه وجيوبه عمرانه بالالوفات، خديه في حضنك وافرحي بيه. لا، اهون عليا موت انا وبنتي من الجوع، وانا بديش ايدي على قرش حرام تدخل عليا بيه. يا اما المعده الجعانه ما بتفرقش بين اللقمه الحلال واللقمه الحرام. بره، اطلع بره بيتي، ابعد عني وعن بنتي بفلوسك الحرام، بره. صلاح، 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 ما تسيبناش يا صلاح. امك الفقر اتملك من دماغها، ما عادتش بتميز. معلش يا اخويا، معلش، احنا محتاجين لك، ده انت راجلنا. هم ايه اللي احنا فيه ده بس؟ قطعتوا قلبي يا جماعه. خد المبلغ ده خليه معاك الوقت زي ان اصرفي منه، وانا هبعد عليك من وقت للتاني. انت بتنايل ايه؟ وجيه اخوك مش كده؟ ارد بزدير، ارد بزديري. كداب يا صلاح يا ابن عبد الراضي، الولاية تحتلها حكيت لي، والله العظيم ده حكيت لي. مش بقولك اخوك في حاجة بتشد الحريم؟ ده بس من خيبتك، يلا نجرب. القرد بسدير يا قال، انا اللي مش عارف انت طالع شبه مين، مع ان اختك حلوة قوي. حسك عينك تجيب سيرة اختي على لسانك مرة تانية. الله، انت زعلت ولا ايه يا صلاح؟ اسمعني كويس يا سعيد، امل اختي مش من طنطك ولا من طنطي، ولا عمري هسمح في يوم من الايام يكون لها علاقة بواحد زيك او حتى زيي. أنا ما أقصدش، ومعزتك عندي يا صلاح ما أقصد حاجة. تزعلش مني يا سعيد، أنت ما تعرفش أمل بالنسبة لي تبقى إيه. اشرب واضحك وعيش صحتك. بكره تبقى زي الجماعه الزواج دول وتلعب بالفلوس لعب. شايف الترابيزه اللي هناك اللي عليها الجدع التخين ده؟ حساب الترابيزه دي ليلاتي 3000 جنيه. هو برضه من اخواننا بتوع العمله؟ ابن عمه تاجر مخدرات. وشايف الجدع اللي هناك ده؟ ده موظف حكومه غلبان مرتبه 116 جنيه. ومعاه ما يقلش عن 2 مليون جنيه. أكيد دخل جمعية يا محوشهم. ده لا داخل جمعية ولا محتاج تحويش.
بيصرف وبس، شغال في قسم التراخيص. اما اللي ورايا ده بقى ماله؟ ده الاخ ده واد رايق قوي، شايف نفسه وشايف اللي حواليه، واخد قرض من البنك بعشرة مليون جنيه بضمان مشروعات وعمليات وهميه، مقربهم كلهم للخارج، مستني بس اول الجو ما يهدى هيطير وراهم. هو ده اللعب بالبيضه والحجر؟ بس اللعب ده ليه اصول وبنود. البند الاول انك تحط في اعتبارك دايما ان اللي بيلعب معاك هو كمان طماع، والبند التاني تعيش على قدك وتعمل حساب خطوتك. برافو يا الهام، تعلمت السرعه. الشمبانيا يا لبني. عارف الازازه ثمنها كام يا صلاح؟ 250 جنيه. ما تخافش انا اللي هدفع الحساب. انا عايز ارقص. انا لو رقصت رقص زي دي هتجيلي سكته قلبيه. ممكن ترقص معايا؟ ما تقوم ترقص معايا يا صلاح. قوم يا اخي ارقص بدل ما تقلب لنا غم. خايف من ايه يا صلاح؟ قوم ارقص. يا صلاح ما تقساش عليا قبل ما تعرف الحقيقة. أنهي حقيقة يا برنسيزة؟ صدقني أنا ما اتجوزت الزهد عشان طمعانة في فلوسه، ده أنا ضحيت بنفسي. ضحيتي بإيه يا بنت عم مرزوق؟ أبوك ربنا يمسيه بالخير طول عمره بيلبس الجزمة من غير شراب. ضحيتي بإيه؟ فاهمين؟ بالمرتبة اليتيمة اللي كنتوا بتناموا عليها بالدور أنت وإخواتك؟ ما رحتش لبنتي يا صلاح، هو ده السبب اللي خلاني أتجوز زهدي. كان لازم اشتغل واشتغلت عند زوجتي، لما شافني قعد يطاردني بفلوسه وسطوته، نقلني انا واهلي من خيمه لشقه ليها باب، لما استعصيت عليه طلب ايدي ما قدرتش ارفض، حاسه ان انا برد له جميل، انا وافقت بس مش عشاني، عشان اخواتي. بس ربك والحق، بيعه كسبانة صلاح. وانا فكرتيش فيها؟ ما خدتش عن بالي لحظة، صدقني هي دي الحقيقة. كنت بحلم اني اشوفك قدام عينيا يوم خروجي من السجن، حتى وانا في زنزانتي ما كنتش بشوف قدامي غيرك، كنت دايما اقول لنفسي الهام زمانها صاحية بتفكر فيا، الهام زمانها نايمة حضنة خيالي، وانا من هبلي كنت بحلم اني واخدك بنت رعايتي. ما تظلمنيش، انا الوحيد اللي اتظلمت عشان كنت بحلم في زمن ابن كلب ما يحلمش فيه غير قليل الحيله. مش انت صلاح اللي انا حبيته؟ يبقى اتفقنا، لا انا صلاح اللي انت عرفتيه ولا انت الهام اللي انا عرفتها. رقصي فقاري يا بنت عم مرزوق عشان تنسي. ما تشرب يا سعيد. صحتك يا زوجي. ها جاهز؟ طبعا. هات 20 باكو امريكاني، دول تمنهم ومعهم حسنتك، واي مبلغ يجي لك من دلوقتي لحد ما عاد فتح البنوك اشتريه باقل قرش. سلام. ماشي. اتكل على الله. دوري دوري ولف ودوري ولف، لف يا دنيا ودوري يا دنيا، نامي في كفي ولسه ما دفي، خطوتي رش طريق لونيا، دوري ولف ودوري ولف، لف يا دنيا وترش طريقك لونيا، العالم على مد الدين، والدينار واللي ينعبيلي، والدولار الاخضر ده سيدي.
لابسك سونيا لف يا بليا ودور يا دنيا طريق لنيا عالم منظرة دنيا مظاهر والناس ملهاش إلا الظاهر فالظاهر فيها ما هو الظاهر إنها دنيا صحيح ملا خنيا انفيا بليا ودور يا دنيا دوري دوري ولفي دوري 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 صلاح عبد الراد السن السن 35 سنة اتحكم عليه بالسجن 7 سنين بتهمة الشروع في القتل افرج عنه من سنة وفي الفترة القصيرة دي وبمعاونة زهدي قدر يبقى واحد من كبار تجار العملة تحرياتنا بتقول انه ما اكتفاش بتجارة العملة نزل سوق المخدرات ونشاطه ممتد لكل الممنوعات بكافة اشكالها وانواعها ذكي مراوغ شرس ميال للعنف أيضا بيخفي نشاطه الحقيقي وراء نشاط تجاري مزيف معرض سيارات شركة استيراد وتصدير شركة لتوظيف الأموال أشياء من هذا القبيل عم محمود القهوة بتاعت صلاح بيه بسرعة ألو أنا إلهام يا صلاح أرجوك أنا عايز أتكلم معاك الظاهر حضرتك غلطانة في النمرة ازاي صحتك دلوقتي يا عم محمود الحمد لله نحمده ونشكر فضله والأولاد عاملين ايه؟ بيبوسوا ايديك يا سعادة البيه وليل ونهار في سيرتك بالطيب تخيلك مغرقنا من راسنا لرجلينا ما تقولش كده يا عم محمود ده انت في مقام والدي وصاحب فضل عليا وعلى امي واختي ده انت عشرة عمر ربنا يخليك لينا يا سعادة البيت بس امانه يا عم محمود ولادك يكملوا على امهم وكل اللي هيحتاجوه انا سددت استنى خد ده كتير يا سعادة البيت امسك يا راجل عجوز كام النهارده؟ 240 اسمع اشتري كل اللي تقدر عليه من السوق اشتري بكل الصند اللي حلتنا الكاش واللي في البنوك ايوه صلاح بس ده غالي قوي اسمع بس اللي هقولك عليه الشهرين اللي فاتوا الحكومه مسكت كام شحنه كيف واحنا داخلين على عيد المعلمين الكبار هيبتدوا يلموا العمله من السوق عشان يسددوا بيها ثمن البضاعه اللي بنزلوها دايما في الاعياد اجمع كل اللي تقدر عليه وما تبيعش لما اقولك انا اتفقت مع زهدي بيه على كده ده احنا على كده هنجمع فوق المليون بالبركه نشتري منهم حصتنا والباقي نبيعه لاي تاجر عمله تانية ونطلع بحسنه تانية ومين عارف يمكن الحكومه تعوم الجنيه وساعتها بالقليل الدولار هيبقى ب 3 4 جنيه يا سلام على دماغك يا ابو صلاح تتلف في سجارتين اديني سجاره منه يلا نغير جو صلاح الهانم تؤمر بحاجة؟ أنا كنت عايزاك في كلمتين ما تقلقش يعني مش هعطلك طيب استأذن أنا اتفضلي تحت أمرك صلاح أرجوك تفهمني لا مفيش سبب يخليني أصدق إنك تبيعي نفسك لواحد زي زهدي والتكذيب عني فين؟ أنت كمان بعت له نفسك لا يا برنسيسة زهدي بالنسبة لي مش أكتر من حيطة تسند عليها لحد ما أقف على رجلي وأبقى صلاح عبد الراضي اللي هينحني قدامه زهدي وكل اللي زي زهدي هينحنوا قدامي صلاح أنت ما كنتش كده
اللي جرالك؟ اللي غيرك؟ الفقر اللي زلك هو اللي غيرني. الفرق اللي بيني وبينك اني عارف نهاية طريقي كويس، بس مجبر امشي فيه. انما انت استسهلت يا برنسيسة. انت اللي قلت لي اتجوزي، بس ده مش وقت العتاب. صلاح، لو لسه ليا معزة عندك ابعد عن زوجي قبل فوات الاوان عشان خاطري يا صلاح. انت خايفة عليه ولا عليا؟ خايفة عليك يا صلاح، مش عايزاك تبقى زيه. زهدي مية مالحة ما ترويش عطشان، طاعون منين ما يمشي الموت يمشي حواليه. عشان خاطري يا صلاح ابعد عنه. لسه بتحبيني يا إلهام؟ بحبك يا صلاح. مالك مش على بعضك ليه؟ خايفة منه؟ أخرتها يا صلاح. المفروض أنا اللي أسألك. مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أتصرف إزاي. ساعة ما رجعت وشفتك وأنا لا بيجيلي نوم ولا حاسة براحة، زي ما كنت تايهة. أنا محتارة يا صلاح. إيه؟ ناوية تتخلي عني تاني؟ أنا عمري ما تخليت عنك، أنا لسه بحبك. يتحرق بجاز. زهدي سرقك مني، اشتراكي بفلوسه. انت ليا انا يا الهام، ليا انا. اوام نسيت يا الهام؟ ارجوك يا صلاح، لو صحيح بتحبني قولي ايه الحل. الحل بايدك انت، اختاري يا انا يا زهدي. انا خايفه عليك منه. لا زهدي ولا مليون زيه يحركوا شعره من راسي. انا مستني كلمتك انت، يا انا يا زهدي. ازيك يا صلاح؟ زي البومب. اخبار قلبك ايه يا صلاح؟ مش فاهم. مش هنفرح بيك قريب؟ مسألة وقت مش اكتر. بس على الله تكون عرفت تختار. انا اخترتها من زمان، من زمان قوي. بحبها؟ انا مش ممكن اتجوز واحدة الا اذا كنت متأكد اني بحبها وهي كمان بتحبني. ولا ايه رأيك يا الهام هانم؟ الهام، صلاح بيسألك عن رأيك. ساعات كتير بنحلم وبنتمنى، مش كل حاجة بنحلم بيها وبنتمناها أنا عن نفسي لا بحلم ولا بتمنى. أنا عارف أنا عايز إيه وإيه اللي محتاجه من الدنيا وهحققه. بس خلي بالك، الدنيا ممكن تورطك وتديك أكتر من اللي أنت محتاجه. لحد دلوقتي الدنيا مديونالي بكتير. يلا نمشي، أنا تعبانة. أنت فعلا تعبانة يا إلهام. الحساب يا متر. كان نفسي تكون معايا وتشوف الولية. خرجت بالبضاعة زي الحلاوة وفضلت تلطش كل لحد ما ركبوا التاكسي والجدع بتاع عطشه افرجوا عنه وهو مرمي في اللوكاندا. صعبان عليه منك قوي انك انت رميته لحد ما الولية تخرج بالبضاعة هي وجوزها. مش احسن ما كانت قبض عليه الحمار ده؟ الايام دي البوليس مفتح عينيه قوي في المطار. خلي عيالي يسفروه، ومن هنا ورايح مفيش تعامل مع الجماعة بتوع عطشه دول. ماشي كلام. يلا بينا بقى نروح للراجل ومراته نستلم الامانة واحنا في حموتها. يلا يلا. وقف هنا، حضن اكتر. البيت لسه في اخر الشارع. معلش الاحتياط واجب. طب بقولك ايه يا صلاح، ما تخليك هنا وانا انزل اجيب منهم الشنطه. ايه خايف عليا؟ مش قوي يعني، بس لا قدر الله لو جرالك حاجه مين هيعكنن عليا عيشتي؟ ما تقلقش، عمر الشقي باقي راجع لك وهعكنن عليك عيشتك.
الزبون وصل، كل استعد، حول. معانا في المطار ونتفرج وهي عماله تضرب فيا وتصور وتقول لي اقول له تاخدني لحم وترميني عظم، ينزلني مخصوص من الكويت عشان يطلعني وجوز عليا. بتوع الزمالك يهدوا فينا بجد، عندنا البضاعه زي الحلاوه. برافو عليكم، اتفضلوا ادي حقكم. جت على قد كده. ألف سلامة ليك يا صلاح. الله يسلمك يا سعيد، ما تقلقش ده جرح بسيط. بس كده شافوك. يخلق من شبه 40، وأنا عندي مليون واحد يشهدوا إني كنت سهران في أكتر من حتة. وأكيد لقطوا نمرة العربية. يا زهدي بيه ما تقلقش، أنا كنت عامل حسابي. سعيد إمبارح عمل محضر بسرقة العربية. المهم الأمانة وصلت في الأمان. صلاح، مالك يا صلاح؟ ولا حاجة يا إلهام. هانم. دي شك الدبوس. تصبحوا على خير. يلا بينا سعيد. ده انا طربقها على دماغك ودماغه. فوق نفسك يا هاني. مش عايل زي ده اللي يتنطط على كتافي وياخد من ايدي لقمه. ده انا زهدي. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. تفهماني كويس يا هاني. انا مش نايم على وداني. بصاته ليكي كل ما تتقابله. كلامكم اللي بينقطع اول ما بتشوفوني. فوق نفسك يا هاني. صلاح ما ينفعلكيش يا برنسيسة. انت الظاهر تقلت في الشرب عشان كده بتخرف. مش انا اللي بخرف يا هاني، الظاهر انك انت اللي بتخرفي. حنيت القصد لك واشتقت النوم اترسفة. زهدي زعلت ولا ايه يا برنسيسة؟ معلش كان لازم افوقك عشان ما تقعيش على بدور رقبتك. انت خسارة الكلام معاك، اذا كنت بتشك فيا طلقني. تصبح على خير. كنت قاعد بتعمل ايه في الغرزه؟ بشم هوا يا بيه. بتشم هوا ومعاك تربتين حشيش؟ تربتين حشيش يا بيه؟ دي حته بتعملها كلها ما تجيش حاجه هنا يا بيه. يعني هنتدلع عليك يعني؟ يا بيه يا بيه انتوا عارفين يا بيه، لا عمري شيلته ولا تاجرت فيه. الكلام ده تبقى تقوله في النيابه. الحشيش اللي كان معاك متحرز والقضيه ما تخرش الميه. مؤبد باذن الله يا وحداني. بدعي يا بيه، دي قضيه ملفقه. بقول لحضرتك انا حته سمسار والاداره عارفه كده كويس. ما تتعبش نفسك معاه سامي، اترحل بكره على النيابه ومعاه الحرز. انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ انا هقول لك بصراحه. عايزين صلاح عبد الراضي يا وحدان. كويس انك جيت في معادك يا صلاح. ده من الرجاله كويسين اللي بنعتمد عليهم. مخزنجي قديم ومرايه. اهلا. وهدان جايب لنا شغلانه كويسه من طرف الحاج عفت. تروح معاه وانت عارف الباقي. انا جاهز. انت دايما جاهز يا صلاح. عشان بلعب على المكشوف، وده مطلوب يا زهدي بيه. يلا يا عم وهدان.